رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بنقدم المنين اللي عملناه بالسمسم. بصوا بقى شكل الطبق اهو حلو قوي. منين محلات حلواني اللي بيتعمل في العلب وبيتشال ده، مش منين افران بس، منين يعني متظبط. بصوا كده صحه وهنا طبعا طعمه يجنن. هنعمل بقى دلوقتي وصفه حلوه، وصفه حلوه للبقسماط. هنعمله صحي لكل اصدقائنا اللي بيحبوه بالشوفان وبالطريقه الحلوه دي. تعالوا بقى نعمله بالطريقه الجميله اللي حضراتكم بتحبوها. نحط بس الطبق ده كمان هنا هناك كده جنب المنين هنا زي ما انتم شايفين. شايفين البقسماط ده؟ احلى بقسماط تاكلوه بقى ومعمول في البيت. يلا بينا نبدا نقول بسم الله. نزلوا المقادير حبايب قلبي. بصوا الجمال، حاجات جميلة خالص وبسيطة وفي البيت ومكوناتها موجودة الحمد لله في كل بيت، دايما عامر يا رب. طيب هبدأ بقى أمسح كده العجان البولة بتاعتي ونبدأ نعمل أول عجينة بتاعت البقسماط. نزلنا المقادير، عندي لمقادير البقسماط الصحي اللي أنا هعمله 2.5 كوباية من الدقيق الأسمر، 2.5 كوباية، 1.5 كوباية مية دافية، ممكن تزيد ممكن تقل على حسب نوع الدقيق، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره عسل او سكر هستخدم العسل، معلقه صغيره خميره، 1/4 كوباية زيت، الوش عندي سمسم، زعتر، جنين القمح، حبه البركه، كمون حب زي اللي انا جايباه، شمر، اللي يريح حضراتكم. بصوا البسكوت تمام، بسكوت القمح. هنعمل تاني المقادير مره تانيه، عندي 2.5 كوباية من الدقيق الاسمر، 1.5 كوباية من الميه الدافيه، معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من العسل او السكر حسب الرغبه، عندنا كمان معلقه صغيره من الخميره، 1/4 كوباية من الزيت، وعندي للوش سمسم، زعتر، حبه البركه، اي حاجه من الحاجات اللي حضراتكم تحبوا تحطوها على الوش. وده البسكوت رائع. طيب تعالوا بقى نتكلم عن الوصفة الحلوة دي. بسم الله، هناخد كده الخميرة، السكر، وطبعا عندي رشة ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد المكونات دي كلها هنزلها هنا، هحط معاهم الزيت، وهنبدأ نحط كمان معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة بس تدي تيست بس، حاجة كده اهي، عسل، العسل معلقة واحدة، وخلينا ننزل كده الخليط، وهجيب ميه دافيه وهبدا اضيف شويه شويه لما تبقى عجينه زي ما اتفقنا. بسم الله، مع بعض القوام كده تمام جدا. بسم الله، تعالوا بقى طول ما هي مفرفطه اعرفوا ان لسه نسبه الميه قليله، اول ما تبدا تلم وتبقى يعني حته كبيره اعرفوا ان نسبه السوائل بدات تظبط تمام. طيب بصوا كده
انا طبعا عايزاه مقرمش، فمش عايزه عجينه طريه. شايفين العجينه عامله ازاي اهي؟ هشكل، وزي ما قلت لحضراتكم هشكلها برضو على الصاج. حلو الكلام. هاخد كده صاج مدهون زيت، عليه ورق خبز، وبدهنه زيت ليه؟ عشان احيانا ورق الخبز بيبقى نوعه مش كويس، فساعات بيلزق برضه، بس انا بامن نفسي يعني. خلاص اهو، هناخد بقى البقسماط ده رول كده، انتوا بقى عايزين الحجم ايه؟ تنسوش ان هو هيتضاعف شويه. شايفين ازاي؟ جنين القمح من الحاجات المفيده جدا، ناس كتير بتحبه لانه خلوا بالكم غني جدا بحمض الفوليك اسيد، يعني حمض الفوليك فيه بنسبه كويسه، بيحمي الجنين، بيحسن صحة القلب والشرايين. بص هاخد سكينة، بيحافظ كمان عارفين على صحة العضلات. بشيل الحتة دي، باخد كده، شايفين ازاي اهي؟ بيحسن البشرة والشعر بشكل ملحوظ جدا على فكرة. عايز اقول لكم هو كمان مضاد للكانسر، وفي نسبة مضادات أكسدة بتحمي الجسم من الأمراض، وفي نسبة بروتينات، وبيمد الجسم بالطاقة. الأول قبل ما أمشي بحط دي كده هنا عشان لما أجي أقطع التانية تبقى على قدها. طبعا الناس اللي ما عندهاش الحساسية بتاعة الجلوتين هيستخدموه عادي. بصوا هنبدأ بقى ناخد كده وحدات البقسماط. اللي عايز يتخن يعمل صاج فيه يعني، بصوا يبقى الحجم ده زي اللي احنا عاملينه اهو اهو. ده حجم، تحبوا الحجم اللي فيه ده مفيش مشكلة. شايفين ازاي؟ تنسوش كمان ان هو هيخمر شوية اهو. شايفين الحاجات دي نقدر نعملها حاجات صغيرة، وندي للولاد منها حاجات صحية، حاجات يستفيدوا منها. ضيفوا فيها جنين القمح، ادوله معلقتين بس من جنين القمح كده، الدنيا هتبقى جميلة جدا. ندخل هنا، ايوه خليها كده. بصوا بقى ونعمل بقى ساق كامل. التشكيل ببطن الايد كده من هنا عشان يظبط معانا. هنغطيه ونسيبه شويه، هينفش عن كده شويه كمان، هتلاقوه ملا بقى فراغات، لازم تسيبوه يرتاح. خلاص اما هتسيبوه يرتاح هتلاقوه من جوه مقرمش كويس اهو. تعالوا بقى بينا، دي مش عاجباني فهعملها كده تاني عشان تبقى مظبوطه، ما ينفعش يبقى فيها تشققات. خلاص عجينه مظبوطه، حلو الكلام اهو. تعالوا بقى نقص، وهندهن. انا مجهزه عندي زي ما قلت لحضرتك اما معلقه عسل اسود بتتخف بثلاث معالق ميه، او هنحط صفار بيضه ومعاها شويه لبن او كريمه، او آه
هناخد مثلا شويه كريمه بس، ونحط بقى السمسم وجنين القمح، وانا هعمل شويه كده كده توبنج يعني ايه اللي على الوش ده براحتنا خالص، انا بس عايزه حاجه تلزق عليها المكونات. بصوا بقسماط جميل وخفيف وهش. وكده اخر واحده اهي، نقفل الصاج. ما خدوش 5 دقايق مننا فعلا، وعملنا حاجه صحيه في البيت، ما احناش محتاجين نشتري من اماكن البيكرز اللي بتبيع مخبوزات غاليه. بصوا بقى هعمل ايه، هعمل كده. الخليط تقريبا محمد خده، الخليط فين اللي فيه البيض طيب نعمل واحد تاني قدام حضراتكم اهو. بصوا صفار بيضه مكونات، لا تمام اخد صفار كده، وممكن البياض عادي الاثنين واحد، انا بشيل بياض، انا بس بحب احتفظ بالبياض، ساعات بنعمل مارينج بنضرب بيه حاجات وصفات حلوه. عندي رشه واحده بس من القهوه سريعه الذوبان، ودي عشان الزفاره واللون، شايفين ازاي اهي. وهاخد شويه لبن صغيرين جدا جدا، معلقه لبن واحده هنا اهو. هنقلب بقى الخليط ده، بصوا كده بالفرشه، ده بيدي لون، معلقه القهوه سريعه الذوبان بتدي لون، وبتدي كمان تمنع الزفاره، شايفين شويه اللبن هندهن على خفيف، لا عايز يسيبه كده مفيش مشكله اهو. خلوا بالكم بنعمل الخطوه دي عشان هنسيبه يخمر، في ناس بتحب تدهنه مره تانية بعد ما بيخمر، بس خلوا بالكم عشان ما تنزلوش الهواء اللي فيه، فادهنه بالراحه قوي، خليكم يعني ايديكم حنينه علشان ايه. وهي العجينه دي عموما بتبقى عجينه من العجين المحمله يعني الحلوه، بس برضه عشان ما نطلعش ايه كميه الهواء، انا بدهن الاول وبسيبه يخمر بيه بصراحه يعني. وبعدين بدخله الفرن حراره 180 على الشبكه في النص، شايفين ازاي؟ حاضر كده، شايفين ازاي؟ نحط بقى شويه شمر، شايفين الجمال كده. ناخد شويه سمسم وشويه زعتر، لا انتوا بقى لو مش عايزين سمسم اصلا يعني وعايزينه صحي مليون في الميه، حطوا بقى شمر، حطوا حبه البركه، براحه حضراتكم خالص. يبقى احنا كده، بس خلوا بالكم السمسم ده يعني ايه، يبقى على الاقل خدنا فايدته زي ما بيقولوا مخزن كالسيوم. وناخد من الزعتر، شايفين شويه زي ما حضرتك، بيدي بقى طعم وريحه رائعه. كله بقى مع الجبنه بالهنا والشفا، خدوها كده حاجه سناك كده جميله مع حته جبنه بيضة قريش رائعه. بصوا بقى هندخل الفرن على حراره 180، هياخد له حوالي 15 دقيقه اهو، شايفين الجمال. وبعدين يطلع تسيبوه في الصاج لما يبرد تماما، البروده دي اللي هتبرد براحته هتبقى تسويه ليه، فبتقرمشه خلاص. هنوريكم بقى شكل البقسماط اهو اللي احنا عملناه النهارده، ادي البقسماط شايفين الجمال، بقسماط بتاعنا احنا اللي عاملينه في البيت، عايزين تعملوه ارفع من ده، شايفين الجمال، حاجه يعني رائعه عملناها في البيت بكل سهوله. هاخد بقى بصوا البسكوت كمان بيطلع بسهوله خالص، بسكوت الشاي اهو كده، شويه بقى كده هنا حلوين اهو. وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم، من الحاجات الايه الصحيه الجميله
اللي حضراتكم طلبتوها. اتمنى يا رب الوصفات تنول اعجابكم. طبعا يعني اقصد انه الوصفه اللي تريح حضراتكم واللي تحبوها نفذوها وبعتولي التطبيقات بتاعتها، شيء يسعدني جدا. اسمحوا لنا بقى دلوقتي بعد ما خلصنا حلقتنا نستسمحكم في استراحه عشان نروح للفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.